بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. قامت الجامعة مفارس طبية على طريق الزائرين، أحد المفرزة الأولى في عمود 23 والأخرى قرب مرقد الصحابي ميثم التمار. قدم هذه المفارس الخدمات الطبية للزائرين من خلال الإجراء الترميدي الجراحي، العلاجات الدوائية للزائرين. قسمت هذه المفارس إلى جزئين، مفرزة خاصة بالرجال وأخرى للنساء. هذه المفارس تشكلت بتعاون مجموعة من الطلبة من مختلف الكليات والتخصصات الطبية الموجودة في الجامعة، وإضافة إلى الكادر التدريسي. طبعا احنا تعودنا كل سنة نقدم الرعاية الطبية للزوار أبا عبد الله الحسين والتضميد، وأيضا نقدم خدمات أخرى في الموكب. وفقنا أبا عبد الله لتقديم الخدمة للزوارة، وإن شاء الله رب العالمين يرزقنا الشفاعة